يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غدا الأربعاء الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 من الشهر الجاري وحتى 10 من الشهر المقبل تحت شعار قصة حروف. وتطرح الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب لعشاق الكلمة المكتوبة أكثر من 20 مليون كتاب منها 80 ألف عنوان جديد.